هذا النظام الذي يسعى إلى نوع من أنواع الاستقرار المؤقت. سؤال في عجالة سريعة إذا سمحت لي، هدى عبد المنعم، عائشة خيرة الشاطر، محمد أبو هريرة، كيف استقبلت اعتقال هؤلاء؟ يعني هو هذا النظام حين نتعامل معه الحقيقة لا نسأل عن من اعتقل كيف اعتقل، لكن نسأل من هو خارج المعتقلات هو كيف خارج المعتقلات. الحقيقة أن الأصل أن يعتقل كل مدافع عن حقوق الإنسان، هذا هو طبع النظام. في الحقيقة كان نبأ مفزعا ومؤسفا لكنه متوقعا. النظام في الحقيقة لا يرحم أحدا، إن كان النظام لديه القدرة أن يحرق كل المدافعين عن حقوق الإنسان بلا استثناء حرقا كما فعل النازيين سيفعل ذلك. إذا النظام إذا استطاع أن يقطعهم كما فعلت المملكة العربية السعودية في جمال خاشقجي سيفعل ذلك بلا أدنى شك، لكن النظام أكبر من أن يقوم بهذه الخطوات. وبالتالي هو استخدم نفوذه الكامل في داخل مصر، لأنه لا رادع له في الداخل، لا قضاء ولا سلطة إدارية ولا سلطة سياسية ولا سلطة تشريعية. كل السلطات هي عبارة عن سلطات كرتونية منهارة تماما، يسيطر عليها النظام سيطرة مطلقة وكاملة.